السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، غنشارك معكم العشاء ديالي. ما شاركتش معكم الغداء ديالي، غنشارك معكم العشاء ديالي، حيت مول الدار كيجي كيتغدى بكري وكيرجع للخدمه مع الوحده، كيتغدى بالزربه وكيمشي للخدمه مع الوحده. قلت بلا ما نصور غنكون مزروبه وهادي، نخلي كنصور معكم العشاء. غادي تيجي مع السبعه، تيكون فيه الجوع، قلت غندير العشاء حسن نصوره. فاش كيخدم في الصباح وفي العشيه ما تيكونش الوقت بزاف باش الواحد يصور ويلوح الفيديو وهذا. دابا في العشاء انا بوحديتي غنوجد العشاء، ريان في المدرسه حتى نمشي نجيبو غيخرج مع الربعه، وغنبدا معكم العشاء ديالي. وش نشكر الناس اللي تابوناو عندي جداد وشي قنوات دخلوا عندي، حتى هما كنشكرهم من هذا الفيديو، شكرا لهم بزاف 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 بزاف. تنتمنى الحظ الجميل والحظ والتوفيق لجميع القنوات اللي كيتمنى شي حاجه، يا ربي ينولها ليه ان شاء الله يا ربي. بسم الله على بركه الله. اليوم بغيت ندير الطاجين ديال اللحم مع القرعه السلاويه. هذيك المره شاركت معكم القرعه السلاويه اللي قلت لكم شرينا من عند هذيك المراه مع الربيع والنعناع واللوبيا، قلت نطيبها ما نخليهاش تضيع، الا بقات غير جالسه اكثر من سيمانه راه غادي تضيع. اللهم نطيبها مع اللحيمات تجي زوينه ونخليها تطيب على خاطرها في الطاجين. دابا راه مازال الحال، راه مازال السبعه، غنشاركها معكم. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هيا ضروري الواحد يدير الطابليه الفواطه، كتحافظ بزاف على الحوايج، كتخلي ما تقاسيهمش بجافيل، ما تقاسيهمش بشي برودوي. تعرفوا الواحد كيمسح دابا بجافيل بزاف كثر، انا دابا راه مسحت بجافيل عرفتو مع نقيت الحوت. ما نقول لكمش غدا الا كنت بغا نشارك معكم واحد الحوت ها نتوما شفتو ها هي قداش غدا نشارك معكم نحشيها في الفران الا كتاب ها نتوما. أنا غسلتها ودرتها هنايا، كنت تعرفوا الحوت فيه نقاء بزاف، فيه نقاء. غسلت الحوت ومسحت بجافيل والبرودوي وكل شيء، وغسلتها كذلك عاوتاني. هذا حتى هو درتو هنا السومو ها هو باش نفرقو نديرو في الفريغو، حتى هذيك الحوتة حتى هي السومو. بغيت نعمرها غدا إن شاء الله إلا كتب الله، صبحنا في العمر نعمرها فيغميسيل شينوا وهداك الشيء، ما ندير لها لا خضره لا والو، هذيك كاع ما تخسري فيها الخضره تاكليها بوحدها. الا درتي الخضره ما غاديش تاكلي الحوت. اللهم الواحد يديرها غير بلاصوص ديال المطيشه ويعمرها بفيغميسيل شينوا والزيتون ولاصوص يكون زوين خاطر بركه. الا درتي الخضره ما غتبقاي تاكلي الخضره وتخلي الحوت. اللهم الواحد يدير غير الخضره، غير زعما الحوته مع معمره. ان شاء الله نشارك معكم حوت واحد اخر بالطاجين بالخضار، وكذلك الحوت اللي تيكون مشوي في الفران. باقي الوصفات جايه القدام. ان شاء الله يا ربي اللي يرزق الصحه والسلامه يا ربي وطول العمر. شكرا لكم مره اخرى، شكرا بزاف. غادي نبداو على بركه الله. انا هنا عندي واحد الرجيله هي غادي نديرها هنا هي وهاد شويه، وعندي واحد الربطه ديال الربيع ها هي معدنوس، ما عنديش القزبر ما بقاليش. انا تعجبني نسل بالقزبر والمعدنوس، تيعطي واحد النكهه زوينه في اللحم وفي الدجاج وكل شيء. اليوم جيت نطيب هنا هاد البلاصه، معوضه عليها بزاف، كتجيني على يديا وكتجي في التصوير ناصح اكثر. البارح صورت الفيديو لهذيك الاتجاه جاني واخا كنت ما ناصحش بزاف بحال الفيديوهات الاولين. غدا عاوتاني الا كتب الله ولا بعد غدا نصور لي. كانت الشميشه والجو زوين نقدم لكم في البالكو، نقدم شي وصفه في البالكو وعاد ندخل نطيبها هنا. ان شاء الله الخير جاي القدام علاش لا. انا هنا ديجا شلطت البصله مع واحد جوج دروس ثومه مواسطين. انا عزيز عليا نطيب الثومه في اي طياب ديالي، كان نضيف الثومه كتعطي نكهه زوينه، كتعطي نكهه زوينه. انا كنفضل نطيب الثومه بزاف.
غادي نضيف البصله مع جوج دروس الثومه اللي شلت في الاول، كذلك هنا عندي شويه ديال زنجبيل، انا قلتها دابا ما نسيتش، زنجبيل ديال سكنجبير معلقه صغيره، انا تنعبر ديما بالمعالق ديال اللي كنشربوا فيهم قهوه كحله، غنزيد واحد شويه، كذلك عندي شويه الكركم هذا ان شاء الله يكون تيبان، راه الكركم معروف كاين شي وحدين اللي ما كيعرفوهش في الدول العربيه، دير نص معلقه صغيره ما عمرهاش، معلقه صغيره ما عمرهاش بزاف حيت هو راه تيصفر المرقه، واخا هكا زيد واحد شوي، غندير عاوتاني كذلك البزار، ما غنعمرش المعلقه صغيره ما غنعمرهاش بزاف حيت البزار مجهد هنايا شويه حار، البزار فلفل اسود، هنا عندي الزعفران العادي حيت سالت لي هذيك الضامه ديال الزعفران، ما كنجيبها معايا من المغرب بزاف، وهذا العام تتعرفوا الواحد ما مشاش للمغرب مع هذا الشيء اللي كاين ما جبتهاش، وخا ديك المره واحد المره مشيت ولقيتها في السوق وشريت واحد جوج بواكي ودغيتها هما تسالاو، دابا انا ما مشيتش للسوق حتى لا مشيت ان شاء الله الجمعه ونشوف لقيتها عند واحد الجزائري كيجيب السلعه حتى هو ان شاء الله، غندير واحد شويه واحد الراس المعلقه هو راه دغيا كيصفر، الملون الصناعي ما عندنا ما ندير هادشي اللي ما كاينش البديل، غادي ندير كذلك شويه ديال الملح على حسب الذوق، غادي ندير قليل من الزيت النباتي، كذلك غادي نضيف زيت الزيتون، هذه ما مجهداش بزاف، تعرفوا هذيك اللي كيتباعوا في المجازات ما تيكونش مجهد بزاف، كاينه المجهده وكاينه اللي ما مجهداش، غنضيف حتى هي شويه، غادي نديرو يتسلى، فاش غادي نديرو يتقلى شويه غادي بعدا غادي ندير واحد نقيطه الماء سخون، انا ديجا هنا راه سخنت الماء سخون حيت الطاجين كيبغي الماء سخون، الا ضفتي كان تيطيب ودرتي له الماء بارد يجي يطرطق لك، غندير غير شويه غير باش هذيك العطريه تنسجم مع اللحم حتى من بعد عاد نمرق، فاش غادي يتقلى ليا فاش غادي يتقلى ليا من بعد غادي نقي القرعه وغادي نقردها طريفات صغار، وفاش غادي ندير القرعه كطيب غادي ندير عليها مطيشه محكوكه وحده، ها هي ديجا انا حكاها هنايا مطيشه محكوكه صافي، فاش غادي يطيب ان شاء الله غادي نشاركو معاكم فاش غيبدا يغلي وهذا يتحمص زعما المرقه ديالو تشرب شويه وهداك الشيء تتخليها تشرب، هاد القرعه سلاويه هي تترخي الماء بزاف، الواحد خصو يخلي المريقه تشرب باش تجي خاطره وملبه، ان شاء الله غادي فاش يتقلى اللحم غنمرقو بالماء دافي وغادي نضيف عليه القرعه ديالي وغادي نضيف عليه مطيشه من الفوق ونسد عليه بالطاجين جاي طيب على خاطر راه مازال الحال العشيه طويله، يلا حتى نتلاقى معكم نشوف الى قديت، غادي ندير واحد الكيكه قلت نديرها حيت تسالات هذيك الكيكه والشفنج اللي درته هو كذلك البغرير تنفطر بهم تسالوا، قلت ندير كيكه باش الواحد يبقى يفطر بها عاوتاني في الصباح حتى هي مزيانه في الدار الواحد كيفطر بها في الصباح، نديرها عاوتاني بدانون ونكهها شويه بالقهوه، ومره اخرى غادي ندير الكيكه ديال الكوكوط طلبتني عليها واحد المتتبعه سمعتني كنقولها هذيك المره
وان شاء الله دابا نشاركها معاكم ونديرها حتى هي باش تشوفها طلبتها مني ان شاء الله نلبي لها الطلب ديالها. وباقي الكيكات عندي في بزاف في راسي، كاينه ديال التفاح، كاين بزاف. لا دخلتوا الانستغرام ديالي راه دايره باسم سهيله فلوغ الانستغرام، غادي تلقاو بزاف ديال الوصفات الوصفات ديالي حاطاهم، والكيكات اللي كنصاوب والحلوه غادي تشوفوهم ان شاء الله، وردوا عليا الاخبار. من بعد نبقى نشارك معاكم بشويه بشويه الوصفات اللي كندير ان شاء الله يا ربي. يلا حتى نشوفوا من بعد. غادي نمشي نجيب ريان ونرجع معاكم، غنمشي نجيب ريان ليكول ونرجعو من بعد. ها هو طاب ليا الطاجين ديالي، جا معتبر ريحتو ديال السلاويه طالعه. جا زوين في الحقيقه، باقي سخون شفتو، جا زوين. مرقه خطرات جات خاطره مع هذاك الربيع اللي دفنالو، جا زوين. المخن طفى عليه والسخونيه غادي تبقى فيه دابا شحال دابا، راه النيت تقريبا 7، ما بقى والو، يجمو للدار ونتعشاو، العشاء سخون يبقى سخون في الطاجين. اوه كنتمنى تجربوه وتردو عليا الاخبار. ها نتوما شتو، درت فيه واحد خيزويه على رايه المغربيه القرعه، درت فيه واحد خيزويه رقيقه لتحت حتى نهزها له بشي معلقه في طبيصيل. من هذا الفيديو كنقول لكم شكرا على المتابعه، الفيديوهات ديالي كاملين الحمد لله تيتشافوا مره كيطلعوا. شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على الكومونتيرات اللي كتكتبوا ليا، كتضيعوا من وقتكم وتكتبوا ليا الكومونتيرات الزوينين اللي كيخليوني كنعطي الجديد ونوض ونتحفز ونقول ندير فيديو. شكرا لكم، شكرا يا اغلى عائله، شكرا بفضل ديالكم وبفضل ديال الله سبحانه وتعالى، اولا هو اللي الاول والاخير. وانتم ان شاء الله غتزيد القدام، القناه والعائله غدا كتكبر كتكبر بشويه ان شاء الله. كنا ان شاء الله القنوات الصغار غادي يطلعوا بشويه بالمجهود ديالهم، وما يخافوش راه كاينين بزاف الناس اللي كيتابعونا. كل نهار كيكتشفنا واحد وتيدخل عندنا الحمد لله، كاينين الناس اللي كيدعمونا الحمد لله، شكرا لهم من هذا الفيديو. الى اللقاء مع فيديو ثاني ان شاء الله، باي باي.
هذيك الغموليه الفوق تبقى ديرها مع هذاك سميتو. من الاحسن ديروها في الطاسه ديال البلاستيك، البواطه ديال البلاستيك، وتغطيوها بالبابي سلوفان، ديروها في الثلاجه، وتبقاو تاخذوا كل خطره طريفات اللي بغيتو. ان شاء الله تكون المعلومه تفيدكم ان شاء الله يا ربي، باش ما تضيعش كيكه. الواحد طيبها وتعذب عليها وفي التالي ياكل منها مره ولا جوج يلقاها ضاعت. الاحسن ديروها في الثلاجه، انا كنديرها في الثلاجه وكناكل منها سيمانه، كتبقى مزيانه كتبقى رطبه. يلا باش ما نطولش عليكم، يلا السلام عليكم.